كالعادة عودنا الهلال الأحمر الإماراتي على تنظيم برامج مساعدات إنسانية لتعزيز روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع. وفي زيارة إلى مستشفى الفجيرة، تجول فريق الهلال الأحمر ومعه الهدايا العينية لرفع معنويات المرضى والتخفيف عن آلامهم ومواجعهم المريرة التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم. كلمة حابب تحكيها لجمعية الهلال الأحمر؟ والله جزاهم الله خير، ما مقصين الهلال الأحمر هني وغير هني، جزاهم الله خير ومشكورين. وتأكيداً على حب العمل وروح التطوع، يعمل الهلال الأحمر على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة في المجال الإنساني، فضلاً عن توسيع البرامج والأنشطة التثقيفية المجتمعية. فريق الهلال الأحمر اليوم قام بجولة في مستشفى الفجيرة للإطلاع على حال المرضى، كيف وجدتم حال المرضى وما هي الأنشطة التثقيفية والمجتمعية التي تقدمونها دائماً للإطلاع على هذه الحالات؟ في منها هاي البرامج اللي نقوم فيها بزيارات للمرضى في المستشفيات، تقريباً هاي يعني الزيارات يعني في عندنا خطة ان نمر على كل مستشفيات المنطقة الشرقية، نزور المرضى وندعمهم نفسيا، الكلام معهم بالتخفيف من ألمهم، توزيع هدايا بسيطة عليهم. وفي جولة أخرى استقبل مركز دب الفجيرة لتأهيل المعاقين فريق الهلال بهدف تفقد حالات الأطفال المعاقين وتقديم خدمات اجتماعية لهم. احكي لنا أكثر عن رسالة المركز وكيف بيتم تحقيق ذلك؟ طبعا تنبثق الرسالة والرؤية للمركز من الرسالة الأم اللي هي رسالة ورؤية وزارتنا مجتمع متلاحم مسؤول ومشارك في التنمية. طبعا وفق هذه الرسالة والرؤية هناك خطة تشغيلية للمركز تتضمن عدة مبادرات مختلفة كلها تصب في قالب الدمج لهذا الطفل المعاق ومدى تقبل المجتمع له وتقديم أفضل الخدمات الترفيهية والنفسية والاجتماعية ومشاركته في جميع المحافل اللي في الدولة. فيما قدم الفريق مجموعة من الهدايا تلبية لرغبات وأمنيات الأطفال الأبرياء الذين يحلمون دائما بها، فضلا عن قضاء أوقات جميلة معهم. نورة، من خلال جولتكم اليوم لمركز تأهيل المعاقين، خبرينا كيف شفتي الحالات الموجودة وكيف قدرتي تتعاملي معهم؟ صراحة يعني شفت حالات يعني ما شاء الله، يعني أنا زرت مراكز من قبل بس هالمركز مستقبل يعني حالات، بس ما شاء الله يعني المدرسات قايمين بدورهم أو شادين حيلهم ما شاء الله، يعني مسيطرين على الوضع، مش تحسين يعني خارج السيطرة، مع أن الحالات تحتاج فعلا يعني جهد، يبذلون جهد وطرق تعامل يعني مختلفة وياهم على أساس يضبطون الحالات هاي، مع أنها كانت متنوعة يعني في كل فصل، مش بس حالة وحالتين، يعني كذا حالة يعني بنفس المستوى أو نفس الليفل هي، فشوية يعني ها، بس الحمد لله يعني كانت الأمور طيبة والكل كان يعني مستانس ما شاء الله. جهود إماراتية تسعى دائما للارتقاء بالعمل وتحقيق التماسك الاجتماعي، فالهلال الأحمر دائما فاتح أبوابه لكل متطوع ومساعد. نعم، هي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي هي هيئة إنسانية تطوعية دائما تقدم الخدمة والمساعدة لشعبه ووطنه، فعطائه لا حدود له، وأنشطته الإنسانية والشقيقة العديدة الموزعة على جميع الإمارات وتحديدا في إمارة الفجيرة. طبعا ننتقل إلى ضيفنا اليوم، هو سعادة سهير راشد القاضي. نبغيك تخبرنا عن أنشطة الهلال الأحمر الإماراتي، طبعا دورها مشهود وينذكر وهي موجودة في كل الأماكن التي يحتاجها الإنسان في شتى الظروف. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية يعني أتقدم لكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لإتاحتنا لهذه الفرصة أن نعرف السادة المستمعين والمشاهدين على أهداف وأنشطة وبرامج هيئة الهلال الأحمر داخل دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات. وأشكركم على التقرير، اللي جزيل الشكر، التقرير اللي رافق زملائنا المتطوعين والموظفين اللي زاروا المستشفيات ومراكز المعاقين.
كما تعرف ويعرف السادة المشاهدين والسادة المستمعين أن هيئة الهلال الأحمر هي هيئة إنسانية تطوعية تأسست في عام 1983 ويرأسها سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر. الحقيقة يعني هيئة الهلال الأحمر تعتبر الذراع الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالإضافة إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة داخل دولة الإمارات. بالنسبة للمرسوم اللي أنشأت من خلاله أو اللي أصدره المغفور له والدنا الشيخ زايد رحمة الله عليه في عام 2002 بإنشاء هيئة الهلال الأحمر أو بتحويلها من جمعية الهلال الأحمر إلى هيئة الهلال الأحمر، أعطت الصلاحيات للهيئة أنها تمثل دولة الإمارات في المحافل الدولية وتكون الذراع الإنساني لدولة أو للعمل الخيري والإنساني لدولة الإمارات على مستوى العالم. صحيح. سعادتك احنا نستكمل الحديث. طبعا سعادتك سهيل قاضي مدير هيئه الهلال الاحمر في اماره الفجيره، ومثل ما شفنا في التقرير ان تطوع اعضاء الهلال الاحمر في ايضا مشاهدتهم في مشاهدتهم واهتمامهم لمدى احتياج المرضى المتواجدين داخل المستشفيات، وأيضا عدا عن ذلك الاطمئنان على حالتهم الصحية المتدهورة وأيضا بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتأكيدا آخرا يعني تأكيدا على دور وفعاليات قمة من خلال زيارتهم مستشفى دباء الفجيرة ومركز دباء لتأهيل المعاقين. أنت طبعا بالبداية احنا تحدثنا عن تأسيس هيئة الهلال الأحمر، ولكن عن الفعالية التي قام بها أعضاء هيئة الهلال الأحمر وهذا المركز وأيضا شهودهم وتعاونهم مع هؤلاء المرضى وتدهور حالتهم الصحية وأيضا تعاونهم مع ذوي الاحتياجات الخاصة. مما لا شك فيه أن نريد نوضح ننتهز هذه الفرصة لنوضح للسادة المشاهدين والمستمعين عن الدور الإنساني الذي يقوم به الهلال الأحمر. يمكن في كثير من المواطنين والمقيمين يعتقدوا أن الدور الذي تقوم فيه هيئة الهلال الأحمر هو جزء دعم مادي فقط، يعني تقديم المساعدات المادية. صحيح. ولكن الجزء الأكبر من برامجنا الإنسانية التي تقوم فيها هيئة الهلال الأحمر هو الدعم النفسي والتأهيل والتدريب ونشر الوعي. فبالإضافة يعني احنا سنويا نعقد حوالي 4 أو 5 دورات اللي هي دورات الإسعافات الأولية للموظفين الحكوميين وموظفين الفنادق والأمهات في المنازل ولطلبة المدارس، فنأهل الطلبة والمجتمع ليتعاملوا مع الحالات الكارثية لا قدر الله. صحيح. مثل تسرب الغاز، مثل الحروق، مثل الكسور، كثير من المشاكل والأمور اللي قد تطرأ على في المجتمع. فنأهل يعني جزء كبير، يعني جزء هذا الأساسي من عملنا. بالإضافة إلى ما ذكرته حضراتكم بالنسبة للدعم النفسي، هذه البرامج اللي نقوم فيها بالنسبة لمرضى التلاسيميا ومرضى وكبار السن والأمراض المزمنة، عندنا لهم برامج دعم نفسي ومادي ومعنوي. حتى جلساء المرضى يعني كذلك احنا عندنا بالنسبة لجلساء المرضى نقدم لهم الدعم المادي والمعنوي، وهذه الزيارات تأتي ضمن الخطة السنوية لهيئة الهلال الأحمر لتعريف المجتمع بالدرجة الأولى، وكذلك المؤسسات الحكومية والمراكز التي تتعامل مع هذه الفئة. الحقيقة فزيارتنا لمراكز المعاقين وزيارتنا لمراكز التلاسيميا ويعني والجزء الأكبر من هذه الزيارات أو من هذا العمل اللي الآن نعتبره عمل مؤسسي أصبح تحت مظلة هيئة الهلال الأحمر من خلال إخواننا المتطوعين. فإحنا يعني بعد كذلك أنتهز هذه الفرصة. يعني أنا بتكلم وياك عن هالنقطة، يعني لو ننتقل للتطوع في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. نعم. يعني الشروط التي يطلبها الهيئة من الأشخاص لقبولهم في تطوع بالهيئة ما يخفى عليك سرا، يعني اليوم أنا أريد أشيد بالدرجة الأولى بإخواننا المتطوعين والدور ويعرف المقيم
يعني والمواطنين الدور الجبار اللي تقوم فيه هيئة الهلال الأحمر حاليا في اليمن. صحيح. فجزء كبير من عملنا الآن هو قائم على المتطوعين في اليمن. وفي شتى أراضي، يعني اليوم الهلال الأحمر متواجد في أكثر من متواجد في العراق، في كردستان، في شمال العراق، متواجد في أفغانستان، متواجدين في باكستان، متواجدين في كثير من بقاع الأرض. صحيح. فإذا بنقتصر العمل على الموظفين هيئة الهلال الأحمر فبيكون فيه صعب، فالجزء كبير من عملنا اليوم قائم على الإخوة المتطوعين. فالتطوع طال عمرك يعني شروط بسيطة جدا، أن يكون يعني سواء مواطن أو متقدم بالأوراق الثبوتية حتى من خلال الموقع، يكون يعني شخص حسن السيرة والسلوك، عدى فوق 18 سنة، لأن عندنا متطوعين الصغار اللي في المدارس هل لهم يعني موضوع آخر لهم عمل تطوعي داخل المدارس. صحيح. احنا نقول أنه لابد أن يكون العمر فوق 18 سنة أساس أنه يستطيع أن يكون صحيح عضو في هيئة الهلال الأحمر. نتحدث عن أيضا الحملة اللي قدمتها أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، اللي قدمتها من خلال هيئة الهلال الأحمر ومشهود لها بذلك لدولة اليمن، وأيضا عملية الإغاثة التي أيضا قدمتها هيئة الهلال الأحمر من أيام معدودة لدولة اليمن في المناطق التي تشهد عدم استقرار أو تشهد حروب قاسية. احنا طبعا في هيئة الهلال الأحمر نشرف أن أم الإمارات والدتنا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله أن هي الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر في دولة الإمارات، ورعاية دائما وأبدا يعني وعلى مدار السنوات من تأسيس الهلال الأحمر، وهي تشملنا برعايتها وتشمل الهيئة برعايتها، فإنفاقها السخي واللامحدود في كل حملات الهلال الأحمر ودعمها لمشاريع وبرامج الهلال الأحمر بصفة يعني أكاد أقول شهرية ومتواصلة. فالمشروع الأخير اللي في اليمن كان بالنسبة لقطاع الصحة، دعمها لموضوع قطاع الصحة والتطعيم وتأهيل المرضى ودعم مراكز المرضى في وتأهيلها في جمهورية اليمن الشقيقة. طبعا انا بنتقل للقياده الداخليه للهيئه الهلال الاحمر، دورهم في مساعده المتطوعين او توجيههم في الطريق الصحيح. يعني مثلا انا لو ابي اتطوع في هيئه الهلال الاحمر ابغي الطريق الصحيح اللي انا اقدر اتطوع فيه او اقدر امشي في هذا الطريق، هذا دوركم يعني في الثقافه والتوعيه لهذا المتطوع. ما يخفى عليك طبعا انه احنا قادتنا حفظهم الله هم قدوتنا في التطوع. فصاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله هو المثل الأعلى في موضوع التطوع والدعم الإنساني والرحمة والإنسانية. صحيح. وكذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وسيدي سمو الشيخ محمد بن زايد هم الداعمين الأول لعملية التطوع المتطوعين داخل دولة الإمارات. بالنسبة لهيئة الهلال الأحمر سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد رئيس الهيئة، رئيس هيئة الهلال الأحمر، هو يشارك في بنفسه في كثير يعني في أحيانا في بعض رغم مشاغله في برامج الهلال الأحمر، أحيانا حتى خارج الدولة وله مشاركات وصور جميلة وفيديوهات يعني، وهو يوزع المساعدات. صحيح. يعني في أفريقيا وغيرها من المدن. بالنسبة حتى في أعضاء الأخوة الأعضاء مجلس إدارة، سعادة حمدان بن مسلم المزروعي هو رئيس مجلس إدارة، ودكتور محمد الفلاحي هم يعني يشرفوا ويرعوا المتطوعين رعاية مباشرة منهم، يعني بحيث أنهم دائما حريصين أشد الحرص كإدارة أنهم يشاركوا المتطوعين برامجهم. طبعا المتطوع مثل ما تعرف ويعرف السادة المستمعين وخصوصا اخواننا المتطوعين لهم برامج، مو بأن تتطوع وتترك كذا والله متطوع. صحيح. لا، المتطوع في هيئة الهلال الأحمر يعني يدخل في سلسلة متصلة من البرامج والتأهيل بحيث أنه يعني يكون جاهز وقت طلب وقت الحدث. يعني اليوم مثلا احنا عندنا مهمة في أفغانستان، أصبح معروف لدى الهيئة يعني أو لدى إدارة المتطوعين في إدارة خاصة يسموها إدارة المتطوعين في هيئة الهلال الأحمر. جميل. وإحنا سعداء أن المدير الإدارة هذه اللي هو الأخ راشد الخطيبي من دبة كذلك من إمارة الفجيرة، يعني إمارة الفجيرة. صحيح. فمركزين على المتطوعين ولهم ويعملوا لهم برامج على مدار العام، لازم المتطوع يمر بثلاث أربع دورات يعني من ضمنها تنشيطية
تعمل له تثقيفية، تعمل له ريفرشمنت، يتذكر يعني في حالة اليوم مثلا كيف يقيم مخيم للاجئين، كيف ممكن يدير مخيم للاجئين، كيف ممكن يوزع مساعدات على اللاجئين، شو هي الأشياء اللي ممكن تتعامل معها في حالات الحرب والسلم. طبعا الآن لا قدر الله يعني اليوم المتطوعين الأحمر احنا الآن او اخواننا من المتطوعين موجودين على أرض المعركة في اليمن، صحيح، في الصفوف الخلفية على أساس أنهم يساعدوا يوزعوا المساعدات، يد تبني ويد تحارب مثل ما مثل ما يقول يعني. فاليوم إخواننا من متطوعين وموظفين الهلال الأحمر موجودين في اليمن يأهلوا المدارس ويساعدوا الطلبة في المدارس ويأهلوا المراكز الصحية ويوزعوا المساعدات بشكل يومي. يعني وصلت المساعدات إلى أنه تنتشر بشكل يعني في المناطق المحررة بشكل يعني الحمد لله عاد للأخوة اليمنيين يعني حياتهم ونشاطهم وشيء بحقيقة يعني إحنا أصبح يثلج صدورنا أن نرى بعد الحرب اللي مزقتهم أن يعني نسعد أن نرى أن إخواننا من العرب والمسلمين بدوا يحصلوا أكل وبدوا يتعالجوا وبدوا يدرسوا، فعاد أعيد التأهيل للبلد يعني. ننتقل معك للحديث عن الأسر داخل مجتمع إمارة الفجيرة. بلغت عدد إنفاقات هيئة الهلال الأحمر لعام 2009، هذه آخر دراسة شهدت عبر مواقع التواصل أو عبر المواقع الإلكترونية، أنها 15 مليون درهم. المساعدة التي أنفقت على الأسر داخل المجتمع واستفاد منها جميع شرائح المجتمع داخل إمارة الفجيرة. نتحدث أيضا عن خططكم المستقبلية لمجتمع إمارة الفجيرة، وأيضا عن رؤاكم وعن المشاريع التي ستقومون بها. طبعا يمكن احنا تكلمنا في الجزئية الأولى من البرنامج عن دور الهلال الأحمر خارج دولة الإمارات. الدور داخل دولة الإمارات قد يكون يعني سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد رفع الميزانية في السنوات الماضية من 120 مليون الإنفاق داخل الدولة إلى 230 مليون في عام 2015 في هذه السنة. فالإنفاق يعني داخل دولة الإمارات الآن إحنا طبعا يعني صارنا في الفجيرة نكمل عامنا 16 مع نهاية هذا العام، نكثف جهودنا. طبعا النمو عندنا مستمر في يعني الآن أكثر من 7000 أسرة يرعاهم الهلال الأحمر مسجلين على مستوى إمارة الفجيرة والساحل الشرقي. طبعا مثل ما يعرف السادة المشاهدين وإخواننا المستمعين أن هيئة الهلال الأحمر ترعى كثير من البرامج وتأهيل الأسر ذات الدخل المحدود. نركز على التعليم يعني، وننفق عندنا من 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 الأبواب اللي ننفق عليها وآليات الصرف الكبيرة جدا تعتبر من نفقاتنا داخل الفرع اللي هي الإنفاق على التعليم. اليوم في كثير من الأسر يعني قد لا يكون سواء من الأخوة المواطنين أو المقيمين لا يستطيعون يعني يدفعون نفقات أبنائهم في المدرسة، وقد يكون عدد يعني من المقيمين عندهم إن شاء الله 4 و5 و6 في المدارس وعشرة في بعض الأحيان. فبعض الأسر هذه إحنا نساعدهم بصراحة. كذلك من الأمور المهمة جدا نركز في موضوع العلاج وإجراء العمليات الجراحية والتأمين والأدوية المزمنة. اليوم في كثير من المرضى يعني المقيمين داخل إمارة الفجيرة يتعالجوا بالنسبة لأدوية الضغط والسكر والأمراض المزمنة، فهذه الأدوية غالية جدا وخصوصا يعني في ناس ما عندها تأمين، فنرعاها في هيئة الهلال الأحمر يعني بحيث أن يكون لهم أدوية خاصة. يعني بعض الأخوة المقيمين العرب اللي هي الفيروس هذا يعني من الأمراض اللي نركز عليها ومن ضمن خططنا الاستراتيجية في هيئة الهلال الأحمر أن يعني متوافقة مع خطط وبرامج وزارة الصحة واستراتيجية دولة الإمارات وحكومة دولة الإمارات أن نركز على إنهاء هذا المرض اللي هو فيروس سي من دولة الإمارات. فإحنا نضخ يعني هيئة الهلال الأحمر ضخ أموال طائلة في الإنفاق على المرضى اللي تعاطوا هذه مثل ما تعرف إنه هذا المرض الله يبعد عن المشاهدين أدويته غالية جدا يعني صحيح. قد تصل الحقنة الوحدة إلى 1200 درهم يعني صحيح. فاحنا ندعم الحقيقة يعني هؤلاء المرضى وفي مركز أقيم في الشارقة يعني في يتبع هيئة الهلال الأحمر المركز الصحي الخيري لهيئة الهلال الأحمر في الشارقة تحول له جميع الحالات، وفي أطباء
متطوعين كذلك. يعني اليوم احنا نشرف كذلك صحيح. انه عندنا مركز طبي في دولة الامارات في امارة الشارقة واطباء متطوعين صحيح. وممرضات يعني يعالجوا الحالات على مستوى الدولة ويعطوا ادوية اكيد كذلك. يعني بعد انا استغل هذه الفرصة وادعو كذلك من كل الاخوة المقيمين والمواطنين اللي عنده ادوية زايدة عن الحاجة انه يهديها او حتى مقاعد للمعاقين او اسرة طبية يهديها لهيئة الهلال الاحمر واحنا بدورنا راح نعيد اهدائها لمن يستحقها. اكيد كل الشكر لك سعادة السيد راشد القاضي مدير هيئة الهلال الاحمر. فعلا هي اشياء مشهودة للهلال الاحمر وانا بتكلم وياك عن الاشياء والجوانب الاخرى للهلال الاحمر من الاشياء الثقافية ولكن لنا ان شاء الله حوار ثاني ولقاء آخر بإذن الله. مشكورين ما قصرت. ندعوكم للتطوع في هيئة الهلال الأحمر. أكيد أنا إن شاء الله بعد الحلقة راح أجي. أنا أكيد. يعني كنت من المتابعين لحملة الإغاثة اللي قدمتوها لدولة اليمن يعني نعم. بالفعل اللي إحنا الأمور أو الوقت العصيب اللي إحنا قاعدين نمر كدول عربية يجب أن نتكافل جميعا فيها سواء عن طريق الهلال الأحمر أو تطوعيا إنسانيا دعما لهؤلاء الأطفال اللي قاعدين يقتلوا كل يوم من طريق الإرهاب اللي خلينا نقول بعيدا عن ديننا الإسلامي. يعطيكم ألف عافية وشكرا لك وصباح الخير مرة أخرى. إذن مشاهدينا ننتقل لباقي فقراتنا لهذا الصباح.